الطريقة السلفية كتاب وسنة على فهم السلف الصالح فإذا وجدت عالم يعطيك الكتاب والسنة فهم السلف الصالح خذ به الأئمة الأربعة يا أخواننا لا يمكن أن نتطاول عليهم على الأئمة الأربعة من أين أخذوا من كتاب والسنة هؤلاء ماذا قالوا عنهم قالوا هم أئمة أهل السنة والجماعة عندنا اما افراط او تفريط. اما ان يسب الامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى مثلا او يقول اصاب ابو حنيفه اخطا النبي صلى الله عليه وسلم. لا يوجد وسط. اذا لابد ان لا تاخذ ولا تستفتي الا من تثق في دينه وعلمه اعلى من يكون.